عزيزي المواطن، لا تغرنك المظاهر حتى المتعلقة بقوارير الغاز، فهذه الجرة ليست على شكلها الحقيقي هذا، بل كانت هكذا. يصف العاملون في توزيع الغاز القوارير هذه بالقنابل الموقوتة نظرا إلى عمرها الذي تخطى 4 عقود في لبنان، بينما العمر الذي يطابق معايير السلامة العامة لا ينبغي أن يتجاوز 1 عقد. بالأصول البلدان لما تغير قانون غاز 10 سنين، وهذا القرار اللي طالع اليوم تبديلهم ب10 سنين. لما نقول نحن في 40 سنة، يعني الخطر موجود. قنينة الغاز اليوم اللي موجودة بالسوق مهرية، قنينة غاز ما بتسوى، قنينة غاز بتنفس. وزارة الطاقة أدركت خطورة استمرار الوضع على حاله وأنجزت نصف المهمة بواسطة قرار استبدال القوارير القديمة بأخرى جديدة، لكن الوزير لم يوقع على التنفيذ رغم الموافقة عليه من مجلس شورى الدولة، وفحوى القرار هو وضع 4 ملايين قارورة في السوق اللبنانية. كان عندنا نحن والوزير اجتماع معه، طلبنا منه انه ممكن 4 ملايين قارورة غاز ما يقدوا كافة الاراضي اللبنانية. بيجاوبني الوزير انه هيدا مش قانون، هيدا قرار. بنوصل للاربع ملايين قارورة على 7 سنين. بعد 7 سنين هالاربع ملايين قنينة غاز اللي بيتغيروا، اذا لقينا انه بعد في كمية اكبر منعدل القرار. يمضي الوزير القرار التبديل وبيبلش هالمعامل تصنع هذه الكوارير الغاز. اول شيء الموزع هو اللي بيعرض القنينة، لانه هو اللي بيجي بيعبي من الشركات، واليوم بيطلع كوتا، لانه اليوم انت ما فيك تيجي اليوم مليون قنينة بفرد وقت تيجي تغيره، بده يصيروا بالتدرج. يعني كل موزع بيصير هو يعرض. خطوة أخرى ينبغي على وزارة الصناعة القيام بها، وهو الإعازة إلى شركات التوزيع بتسوية أوضاعها تمهيدا لإعطائها الرخص. قنينة الغاز بدها صيانة يومية، واليوم المعامل الموجودة 140 مركز تعبئة بلبنان ما في معمل بيفحص قنينة الغاز. أما بالنسبة إلى التكلفة الجديدة للمستهلك فإنها ستزيد 1500 ليرة لبنانية على التسعيرة القديمة، إلا أن القارورة الجديدة تصبح ملكا له بعدما كانت من أملاك الشركات الموزعة.